السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ اليوم سأقدم لكم شرح كيف تحول نفسك إلى أنمي وتتحدث وتنشئ به فيديوهات فقط من هاتفك. كل ما عليك هو أن تقوم بتثبيت هذا البرنامج في يوتيوب ستوديو. إذا ما نكسرت تحولت كيونك سمسنت الرسوم ارتسولت تشارجيت غير البروغرام اللي اسمه في يوتيوب ستوديو، من بعد نفتح النوي الرسوم هنا كوني، وسوف نقوم بتحميل الرسوم الخاص بنا. سوف نذهب لتحميله، سنكتب كلمة هنا في بوت. اوكي، نضغط جو. سيعطينا هذا الموقع، نضغط عليه، ندخل اليه. هنا سوف نقوم بتحميل الرسوم الخاص بنا. سوف نذهب الى هنا ونكتب لايف تو جي، نضغط اوكي. سيعطينا هنا الرسومات، يعني الشخصيات، تختار الشخصية التي تناسبك. غدا هذاك الشخصية، نختار الشخصية اللي نرانو كنا نشارجي لي راك زعما الشخصية اللي نحن كني. قبل ذلك سوف ندخل الى فلتر هنا وننزل اسفل، ننزل اسفل لان هذه فيها الرسومات ليست مجانية، لذلك سوف نقوم بهكذا. يعطينا فقط المجانية، وضغط سومايت، يعطينا فقط الشخصيات المجانية. الآن نبحث هنا عن الشخصية المناسبة لنا. إذا غير نكون غادي نتقلب الشخصية، نكون غير شخصية ونكرو فرخ أساس نقلب غير نشارجيت. طبعا هذاك هنا الأرقام بالأسفل، إذا غير الأرقام موجودة باش تبدل لي باج. إذا أنا وجدت هذا مثلا، سأضغط عليه. نو شخصيتنا، وسنضغط هنا على فريد وموند. إذن تسجل في بكل بساطة، مثلا إذا ضغط سينغاب، غير تدرت في سينغاب باش تسجلت، تسجلت في الموقع هذا. سكرت كونتيني مثلا، كي صدق تسجل غير سكرت كاين نيو أكونت يقدر يقولي لي. عندها سوف تضغط على نيو أكونت إذا لم يكن لديك حساب. أنا كان لدي حساب مسبقا، العملة صفر يعني مجاني. سنقوم الآن بتحميله، هو يتم التحميل. هكذا اذا ثم سنقوم بتحميل هذا الملف اكس فايل مانجر. بعد تحميله سوف نضغط على اوبن. هكذا اذا ظهرت لك تلك الرساله تخرج وتدخل مره اخرى. اذا الان هنا نضغط على الهاتف هنا ثم اندرويد وداتا، سنجد هنا فارغ. طبيعه الحال لكي نحل هذه المشكله نضغط على جرانت ناو. اوكي، الان يقول لك علينا ان نقوم بتحميل هذه الاداه، نضغط عليها نحملها. حجمها 3 ميجا فقط. هنا سيقول لك نضغط هنا ديفلوب مور اوبشن، ونبحث عن دي بي كي ويرلس دي بي كي. هي اوكي، اعود الان تنزل من أسفل، تفتح هنا USB debugin، وأيضا هنا wireless debugin، تقوم بفتحها وتعود وتخرج من هنا بكامله، وتعود إلى فتح مرة أخرى هذا المكان، ثم تضغط على الهاتف واندرويد، ثم هنا داتا، ثم هنا تضغط جراند ناو. سيعطيك مرة أخرى هذه الصفحة، تعود وهنا تضغط ريتراي، هي جراند ناو. ونحن الآن دخلنا إلى ملفات الداتا. الآن سنفتح برنامج سي شارت، هو سي شارت هكذا، ونذهب إلى دونالد، نبحث عن، سنأخذ هذا الملف اسم، نضغط كوبي فقط، ونعود، نذهب الآن إلى، أندرويد داتا، هكذا، الآن سنبحث عن
هو تنشئ في ستوديو ثم فايلز ثم لايف تو تي مودلز. سوف نضعه هنا. هو جيد. الآن هنا نقوم ب extract here. جيد. الآن نعود إلى البرنامج هنا في ستوديو. نفتح معك هكذا. إذن سوف نضغط هنا. ما الذي كان موجود هنا؟ هو رايكا. نضغط اوكي. هو انا هو صديقنا موجود هنا. يا او نعم. إذن وهكذا يا صديقي، تكون لديك شخصيتك في البرنامج كما ترى يا أعزائي. كما ترون، فأنا أحرك نفسي هنا مباشرة وأتحدث. طبعا بالنسبة لبعض الإعدادات الموجودة لدينا هنا، تضغط دوبل كليك هنا وتضغط على إعدادات، تنزيل الأسفل هنا، تنزيل الأسفل. مثلا هنا تنزيل الأسفل. أوكي. هنا 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 وتقوم هنا ب use microphone. تفتح هذه use microphone. هذه أيضا. وبعدها تضغط على ميكروفون هنا مثلا أندرويد مثلا. هنا تضغط select. إذا لدينا خطوة أخيرة، مثلا دبل كليك هنا تضغط على هنا تختار شخصيتك. بطبيعة الحال هنا تختار باك جراوند، الصور الخلفية كما ترى الخلفيات. طبعا لديك هنا بالأعلى مثلا هذه أيقونة الإعدادات، هذه أيقونة أخرى. لديك هنا تراكين سيتنج، يعني إعدادات تراكين، يعني تراكين هي التتبع. مثلا هنا ستاي ات بوز، يعني البقاء في وضعيتك. لينك باي بلينكين يعني تحرك العينين. يعني هنا بلينك سنسيتيفيتي، حساسية تحرك العين. هنا مدى حساسية فتح الفم، مدى حساسية الابتسامة. اوكي. برايتنس، تعدين على الالوان. هنا ايضا هذا لا تحتاج في عندما يكون لديك هذا البرنامج، لا تحتاج الى مسجل الشاشة، لانه لديك هنا مسجل الشاشة. هو start recording. find server إذا كنت تريد أن تقوم ببث مباشرة من هذا التطبيق. هي تقوم ب find server. تفتح هذه الميكروفون قبل أن تضغط على start recording حتى تسجل الصوت الخاص بك. أوكي. ولدينا أيضا هذه الإعدادات هنا، الإعدادات الشخصية، مقدار حساسية الحركة والتحرك. كل هذه الأشياء تستطيع أن تعدل عليها. وأهم شيء في كل هذه الأشياء هو هذه الخيار الأخير هنا. عندما تضغط على Expression Editor هنا تقوم بإضافة تعبير معين، أو فقط بالضغط هنا أيضا على زائد. هنا الهوت كيز، تستعمل بعض المفاتيح خاصة إذا كنت تدخل من الحاسوب، لأن الحاسوب تستعمل لوح المفاتيح الكيبورد، فتقوم بالضغط على هذه المفاتيح الكيبورد فيقوم بحركة معينة مثل الغضب أو الضحك مثلا. تضع لها فقط يعني أزرار مخصصة لهذه التعابير مثلا. فعندما تتحدث تقوم بنوع التعبير ونوع الزر الذي تريد أن تستعمله لهذا التعبير من هذه القائمة. يمكنك التقريب والتبعيد شخصيتك هكذا. لا تنسى تضغط لايك وتشارك الفيديو مع أصدقائك. قدرت تذكر لايك يو نشرت الفيديو من دكانك الله يرحم الوالدين. نسيت قدرت تذكر لايك. صرت الفيديو ندوك لك. يلا زدت قلت عسكر لايك. ها ها.
لا تنسى ننشر الفيديو مع أصدقائك. هيا هيا، متى تنتظر؟ ها، أنا أنظر إليك.